مشجع ناد تعشق نجومه، تعرف بطولاته، ودوما ما تشتاق لأركانه، وتمني النفس أن تكون حاضرا لانتصاراته وبعيدا عن أحزانه. كلنا أنت عندما نشجع ونحب، ولكن هل تعرف أصل الحكاية من البداية؟ من فكر في خروج هذا الكيان إلى النور؟ من دبر لكي يكون واقعا في تاريخ مسطور؟ أنديتنا من الفكرة إلى النشأة مرحلة لم نعرف عنها الكثير، لا من شاشات ولا صحف أو مجلات، إلا في القليل من الحالات. هنا في البدايات سنبحر في مياه هذه الرحلة ونغوص في أعماقها، لا من أجل لؤلؤ منشود أو كنز مفقود، لكن لعيون ما هو أغلى من اللؤلؤ وأهم من الكنوز، من أجل تاريخ نريده موجودا في حاضرنا يذكرنا بماضينا ويدفعنا نحو مستقبلنا. نأخذك إلى رحاب هذه الحقبة التاريخية لنعرف أسرارها معا، ونذوق حلاوة طعم البناء على لسان مجموعة من العظماء كانوا شهود عيان وجزءا من الكيان. هني الشيخ مانع كان أول سابقا كلعيب مع نادي النصر، لكن هنا كان إداري. من هنا طلعت شعلة نادي النصر مع هذا الشيخ. أسس أجيال في النادي، أسس مثلا مدارس الكرة، مدرسة الكرة، قطاع الناشئين. الله يرحمك يا حميد مطار الطاير، هذا حميد مطار الطاير، وكلنا نحترمه وكلنا نقدره، وكان يوم من الأيام معانا مثل الأب. الشيخ مانع بن خليفة المكتوم قال لهم هاتوا ميم الشربيني. تغيروا المدربين علينا، أول كانوا المصريين، وبعدها الشيخ مانع جاب بات ستوارت هذا الإنجليزي. مين أحسن حد في العالم؟ قالوا له بيلي وسانتوس ياي رحلة، قال أنا بجيبهم هني. نستكمل اليوم تفاصيل الرواية. مباراة سانتوس من التشكيلة إلى النتيجة، مشاهد الجماهير على الأرض بدلا من المدرجات، وكذلك كيف كان شكل الإدارات، وأخيرا الختام مع الذكريات. محمد كاهور يعني كان كابتن وكان لعيب ويانا، بس كان قبل اللي يروح ينضم للعمل مال اللي هو القوات المسلحة كان عندنا في النادي. أنا كنت ألعب أيها خط وسط يمين على الناحية اليمين، وعبد القادر التميمي الله يذكره بالخير يلعب على الناحية الشمال، وعبد الكريم مبارك يلعب في النص، نلعب ثلاثي الوسط، وقدامنا رجب عبد الرحمن وعواض مبارك وسالم بوشنين، ثلاثة ثلاثة أربعة. المدرب الشربيني كان يقول أنتوا بتلعبون معهم، العب كورتك بس، وخلي الثقة في نفسك، انت لاعب وهذا لاعب، فانت راح تبدع يعني، لا تاخذ الامور من جانب اني والله بلعب هذا بيلي، لا يعني العب الكرة اللي انت متعود عليها عادي يعني. من ضمن الفكر اللي قال لا أنا أبغي محمد الكوس اللي هو يراقب بيلي. أنا على طول يعني كل منافي لأن عند الشيخ مانع وكله خالف تعرف على ما يقولون، قلت له لا أنا ما بمسك بيلي، أنا أمسك بيلي، أنا أبغي أتفرج على بيلي. تقول لي أمسك بيلي،
يا أما تخليني ألعب مكاني يا أما أنا بجلس برا وخل حد يلعب عندك كاهور عندك هذه. المهم من ضمن الكلام اللي لأن في ناس مساكين وفي ناس يلعبون كرة لأن احنا فنان تحاور وهذه تمشي. من ضمن كلامه أو اختياراته في الآخر يعني قال لا أنا اخترت اللي هو عبيد عبد الكريم يراقب بيلي ومحمد الكوس ارجع مع مع محمد كاهور العب سنتر هاف متأخر وخرج يلعب قدام عشان يقضي الناس المجموعة يعني يوازن بينهم. وبالنسبة له هو طويل بيكون يقطع الكرات وبهذه بدل ما يكون. وفعلا يرأي في آخر يوم حط لنا التشكيلة أنا لعبت سنتر هاف آخر واحد معي محمد كاهور قدامي. بدأت المباراة الحقيقة ونلعب لعب عادي. نحن عندنا لاعبين مميزين يعني مثل رجب عبد الرحمن مثل سالم بوشنين مثل عبد الكريم مبارك. ففعلا بعدين الفريق الثاني ياي يبغي يلعب كرة ياي يبغي الناس تشوف المواهب الموجودة يعني لا تحصل واحد يضرب ولا 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 يعني كل بس يحاول يعطي انطباع عن الكرة البرازيلية موجودة. نحن كذلك حاولنا نجاريهم بقدر الإمكان يعني يودنا البلاوي هناك وما قدرنا نيودها. وعبيد عبد الكريم يركض وراء بيلي عبيد عبد الكريم كله تركيزه بيلي ما يمسك الكرة زين وبيلي لاعب يعني ما في خلاف عليه يعني ما حد يختلف على المستوى. ولكن انت كلاعب اعطينك مهمه انك تراقب هذا الانسان. هذا الانسان يقدر يسرق نفسه يروح مني ويروح من تحصل عبيد يدور بعض الحين وين صار عني. وبعدين قلت يا ريت انا يا ريت قبلت خفيف ركض ورا بيلي لكن انك تيود هاي الاربعه اللي قدام اعوذ بالله. جلودولديو وايدو مورينو يعني في اسامي وسانتوس اعوذ بالله. انا وكاهور شلينا البلاوي ومعانا الحارس الغدير ما انسى رشيد عيسى. قاعدين مع المرحوم حميد مطر الطائر على الخط تدري أكليان ماشي مدرجات وهذا رمو وكان الحكم جاسم مندي من البحرين وعطى انذار لمنو لبيلي في الهفتيم فتن عليه حميد الطائر قال أنت مينون نحن جايبين عشان نتفرج يلعب أنت تعطي انذار عشان هو يطلع أشو استفادنا نحن. فرحان أني حكم المباراة فيها بيلي وعطاه انذار وهو ما يستحق حتى البطاقة فاستغرب بيلي ليش عطانا الانذار فراح له هو أظن يعقب المباراة وقال له يعني أنا أعطيتك انذار يكون باكر عندي أنا في سجلاتي إن في يوم من الأيام أعطيت أفضل لاعب في العالم كرت أصفر. فهذا يبين لك أهمية تواجد سانتوس في منطقتنا وبيلي اللي هو أفضل لاعب في وقته. وتوفقنا في إحراز جول لعبها رجب عبد الرحمن يلعب الكريم مبارك على الكريم مبارك رابع بيني بين المدافعين وانا اسرع عنهم قدت الكره ومشيت الحارس وحطها في الزاويه انتهى الموضوع 4-1. لكن الجمهور اللي هي لو شفت الجمهور يعني اليوم في بعض الصور كان ملعب رملي والرمل عامل مثل المدرج ما تشوف الرمل تشوف الناس اللي ياسين تعرف بيلي وفريق مشهور جاي من البرازيل الناس تبغي بس تشوف الجوهرة السوداء عشونه ها بيلي شو شكله بس بسيط وعالم يوم من كل مكان الحقيقة يعني. الإدارات في السبعينات ابتدت لا منظمة لازم يكون رئيس نادي يكون أعضاء الشرف مال النادي وبعدين مدير فريق وبعدين مدير الرياضة وبعدين المدرب وبعدين الفرق الثانية. النصر كان متقدم في هالفترة يعني هو النادي الوحيد اللي أظني اللي هو عنده إمكانيات السفر
له دور كبير في نشر كرة القدم الإماراتية على المستوى اللي هو الإقليمي. في هذا الوقت اللي كان حميد الطاير كان معاه محمد بن خدية، كان معاه إبراهيم قاسم، في يعني 5-6 مجموعة معاه، من ضمنهم الشيخ مانع، من ضمن عبد الله. هذول المجموعة ماسكين النادي كإداريين، لكن اللعيبة كل فرق لها مدير ولهذه، ومن ضمنها احنا عندنا يعني انا في سنة 70 عندنا مدير، المدير مالنا اللي هو عبد الرحمن تهلك الله يجزيه ألف خير ويعطيه العافية، يعني للحين متواجد. هذا أول مدير، الأندية الثانية ما فيها مدير، لكن احنا مقننين ومسمين اسمه مدير، مدير عبد الرحمن تهلك. عندنا في الفنون عندنا مديرهم، مدير الفنون عبد الله الموسى، اللي عندنا عيد الفرج مستغربين المايسترو عيد الفرج موجود عندنا، كان في المسرح وكان في الموسيقى. يعني في عندنا ناس أسامي كبيرة في نادي النصر، ما هم صغيرة، هم اللي يديرون نادي النصر. والله هاك الأيام التشجيع كان كبير يعني، والطبول والغنى وهذا. وما أنسى يعني رحمة الله عليه سرور مكورجي ورحمة الله عليه مراد وليلى، ها صريخهم والله يحفظه ويخليه ويطول عمره، سالم ابن سويدان، هذيل كانوا يعني مثل ما تقول هم روحهم جمهور. وعقهم طبعا ابراهيم ياقوت والحتروشي والشل هاي كلهم ما شاء الله. نادي النصر القديم طبعا كان حوالينا مثل الهضبه، كانت كومه رمل المحيط مش بالكامل جهه واحده، الناس كانت تقعد على الهضبه وتشجع الفريق. رمله ممسوحه وعملوا الرمل من الجهه الشمال هناك، الرمل كثبان كبيره اللي الجمهور يلسون عليه كمدرج، احنا نسميه مدرج، وهنا مدرج من خشب يعملونه درجتين ويجلسون عليه الناس، أو كل الناس تجلس عليه يعني على الرمل في الأرض، يجلسون سنة على الأرض ويتفرجون جنب الخط، محاذين الخط خط الملعب سواء من كل ناحية. وكثير يعني يمكن يكون الصف الأولي والثاني يعني مجموعة كراسي لا تعدل 20-30 كرسي، لكن الناس كلها تقعد على الهضبة المرتفعة اللي حوالين الملعب. وكان الجمهور في تلك الفترة يعني العدد الموجود يتماشى مع حجم المكان، يعني لو تقارن المساحة المتوفرة حول الملعب كان تقريبا يعج بالجمهور اللي كان يعني مولع بكرة القدم في تلك الفترة. جماهيرنا كانوا يحضرون أكثر عن الحين، وكانوا يتفاعلون مع الفريق أكثر. جمهور نادي النصر كان من السبعينات، يجونا ناس يعني أنا نحن نصور لهم وهم يجونا، الجمهور يجينا من دبل فجيرة، من كلبة، يجونا من عجمان، يجونا من أم القيوين، يجونا من رأس الخيمة. كان يجي بطريقته الخاصة، ما كانت في سيارات أبدا تنقل الجمهور من وإلى، كل من يجي بطريقته الخاصة، اللي يركب تاكسي، اللي عنده صاحب عنده سيارة يركب معاه، يجون يمشون من منطقة الشندقة مشي لغاية الملعب زين لا، وبعد كذلك يدفعون لدخول المباريات، يجون من ديرة يعبرون ويجون للنادي جماهيرنا. في عندنا جماهير ثانية من رأس الخيمة من مناطق ثانية ويجوننا، مع أن في قلة المواصلات، قلة ما في الناس ما عندها، ولكنهم أكثر تفاعل مع النادي، تحصلهم موجودين، تحصل هذاك الاستاد فل مع أن رملة، ولكنهم ناس عالم فيه، كلها موجودة أعداد كبيرة، وهم ليش شالين النادي. ما في مثال رابطات مرابطة ولا هذا، لا، الجميع يشجع صغير وكبير.
نادي النصر كان يصدر مجلة شهرية أسوة ببقية الأندية اللي كانت تصدر مجلات مثل نادي الشباب ونادي الأهلي ونادي الزمالك. لكن المميز في مجلة نادي النصر أن ضم عناصر كانت تكتب في ذلك الوقت في مجلة اسمها أخبار دبي، كانت تطلع من بلدية دبي، وكان يرأس تحريرها الأستاذ كمال حمزة، وفي مجموعة ما ذكر اسمهم حتى الآن. لكن العناصر المواطنة اللي كانت تكتب في المجلة كان واحد اسمه حميد الغيث، كان مشرف على المجلة، وكان الكتاب في هذه المجلة مجموعة من العناصر الشابة، منهم الأخ أحمد عبد الكريم جلفار، منهم كاظم سعيد، منهم سالم صالح المطوع. أنا جيت مع اندماج الفهيدي للنصر، مسكت منصب نائب أمين، نائب السكرتير ونائب مدير المشتريات، ومن ثم تم تعييني أمين السر ورئيس اللجنة الثقافية. نادي كان عند مجلة وكان في لجنة ثقافية وفي يعني الكتاب يكتبون فيها، واللي صار إن الأعضاء اللي كانوا في النادي كلهم مثقفين، ومن جيلي واللي قبلي واللي عقبي كلهم متعلمين، وأجيال اللي جيل اليوم كلهم مثقفين، فكانوا يدعمون الثقافة، وكان عندنا كان عندهم ميول ثقافية رياضية بحتة. لهذا السبب إن صار من ناحية الإدارية معظم الأعضاء الإداريين كانوا ناس يعني عندهم خبرة إدارية، سواء كان في الأندية أو في أعمالهم التجارية أو في أعمالهم الوظيفية. مثلا على سبيل المثال أنا كنت موظف بنك، فالإخوان المعاي كانوا تجار من عندهم ممارسة، فهذه العمول الإدارية جمعتهم مع ثقافتهم مع العلم، هذا اللي تطور النادي تطور كبير يعني. لحد ما انتقلنا النقلة الرابعة كنادي النصر، انتقلنا من هذا المكان إلى الاستاد اللي موجود الرملي القديم، الرملي اللي حين نظني فيه مال السياك الموجودة هناك في حوش نادي النصر حاليا موجود بس على ناحية الشمال. فانتقلوا طبعا من لعب على المناطق الرملية وفي الملاعب اللي هم كانوا يعني يهيئونها بأنفسهم، انتقلوا للعب في ملاعب أفضل من ناحية العشب ومن ناحية الله يرحمه حميد الطاير راح للشيخ راشد، كلم الشيخ راشد قال له في الشارجة الملعب منور وهذا، ونحن نبغي نسوي لنا ملعب في دبي ومنور وهذا على أساس نكون تقريبا مثلهم ونشاط الجماعة. مثال مرات رمضان يكون في الشارجة نلعب، في بعض الأحيان نلعب، وفي يصير تبادل ما بيننا. فالشيخ راشد الله يرحمه خصص لنا أرض الحين بجنب أرض النادي، الحين من ضمن حدود النادي حاليا، ونور الملعب الشيخ راشد. فابتدت الفرق مال الشارجة تينا دبي تلعب ويانا. تم بناء النادي هذا كنادي يعني رسمي، وعقب عملوا لهم النادي هذا، عملوا لهم هذا النادي مبنى جديد في ملاعب داخلية، سواء كان جميع اللعبات للطائرة ولليد وللقدم والسلة في نفس النادي، والتمرين الرئيسي على الملعب الترابي مال نادي النصر اللي حاليا المبنى الجديد فيه هناك التمرين هناك والمباريات بعض الأحيان تمرن داخل النادي يعني. وهذا إلى أن تم بناء الأندية الأربعة. ميمي شربيني أول ما مسكت معنا راح نجيب لاعب كان اسمه حسان يلعب في نادي في لبنان في بيروت يسمونه نادي الريسينج. فرحنا يوم، فأنا كنت مدير الفريق ما رحت معاه، ورحنا قابلنا الاتحاد هناك واتفقنا معاهم على أساس ناخذ ونجيبني براتب 5000 درهم وسكن وبس وخلاص، وكان لاعب محترم يعني كلاعب محترم. تفاجأنا أنه قال والله أنا أخطب الحين ولازم أملك يعني.
قال له خلاص املك يعني. قال لا بس يبون مهر تدفع. المهر اليوم 20,000 ليرة، ف20,000 ليرة يعني تدفع 10,000 ليرة مقدم وعشرة بعد. فقالوا قال 10,000 ليرة ذاك اليوم كانت تساوي 20,000 درهم مبلغ. فاتصلت أنا بالشيخ مانع فقلت الموضوع كذا. قال خلاص ادفع. قلت أجيب وين أنا ادفع؟ لحسن حظي أن أنا كان البنك البريطاني موجود في لبنان وأنا أشتغل في البنك البريطاني، فرحت البنك وأخذت ودفعنا وجبنا اللاعب. ذكر يخبرني عن حادثة يعني سالفة احتجوا هم على لعبة معينة في المباراة وكان وياها مرحوم حميد الطاير. فالوالد قال له والله الكرة يعني يا فاول أو مفاول أو شيء يعني من القبيل. فقال تشوف أنت شيء؟ قال نعم. دخل حميد الطاير الملعب وشل الكرة وألغى قرار الحكم في وقتها ونفذوا اللي يبغاه المرحوم حميد الطاير. في نادي النصر كانوا أخوة عائلة ذكرياتهم في الحي، وبعدين ذكرياتهم في النادي وسفراتهم مع بعض رحلاتهم، يعني كان في عندهم رحلات يقومون بها دائما بشكل مستمر في أوقات فراغ في هذا. فهاي كلها أجواء ألفة كانت من بينهم يعني. وشنين كان في دورة عسكرية في السودان، وعوض مبارك كان في دورة عسكرية في سوريا، وعندنا مباراة مع النادي الأهلي. قال لي الشيخ مانع تروح تجيبه فاديل. يعطاني رسالة وطرت. أنا ما في هك الأيام ما في طائرات إلى السودان. رحت من هنا إلى جدة ومن جدة إلى السودان وخلصت الأمور مع اتحاد الكرة. الحين أبغى أوصل لاعب بشنين إلى وين؟ إلى دبي ما في طائرة. فطيرت إلى وين؟ إلى مصر. من مصر إلى الكويت، من الكويت إلى دبي. هذا وصلني بعد ما وصل قال لا والله ما نقدر نسجل لأن هذا اللعب في نادي في السودان. عوض مبارك نفس الشيء. لما رحت في دورة عسكرية بحرية كان بعد رحت لدمشق. من دمشق قالوا لي وزير الدفاع كان اسمه مصطفى طلاس أذكر عندي رسالة له عشان يعطيه الموافقة أنه يجي يطلع من الدورة ويرجع مرة ثانية. هو كان وين؟ في طرطوس. وأمشي بسيارة 4-5 ساعات وصلت هناك وقابلت الوزير وما قصر ووقع وانهيت إجراءاته. وصل هني متأخر لأنه ما في مواصلات طائرات تروح المطار من دمشق إلى الكويت، من الكويت للبحرين، بحرين لين وصل. قالوا والله لا ما يقدر يلعب، فما قدر يلعب. هاي من الذكريات الجميلة يعني اللي أذكرها يعني دائما ما أنساها. النصر جزء من حبنا للوالد وجزء من الوفاء للوالد ان احنا نتابع هذا النادي ونخدمه ونشجعه ونورثه بعد لاجيالنا القادمه. حبه وشغفه لنادي النصر يعني ما له حدود، فدائما كان يختار اللون الازرق في كل شيء، يعني حتى بيتنا القديم المجلس كامل ازرق، الصوفه لونها يعني كان كذي، في دائما يحب اللون الازرق. واذا انت مثلا لابس لون ازرق يمدح الشيء يقول هذا انت ذوقك راقي وهذا كذي كان يعني. نادي النصر انا ما اعتبره البيت، اعتبره بيتي الاول. محمد الكوس نادي النصر له فوق كل اي شيء. هذا من فتحت عيني وانا فتحت عيني في نادي النصر كان في نفسي انا ما اقدر اتخلى عن النادي. دائما احب اقول دائما النصر هو النصر وبيكون النصر وبيكون العميد ودائما بيتم. فبالنسبة لي هذا عشق حب، أحب النادي النصر، أحبه في كل في كل في كل اللي فيه. يعني مثلا نقول نادي النصر يتعلق ويتعاملق نادي النصر. وسالم بوشنين كان في لعيب عندنا اسمه سالم بوشنين كان لعيب قوي يعني من نجوم دولة الإمارات ونجوم نادي النصر وعوض مبارك. تجيبها كده تجيبها كده يا سالم جماهير النصر عاوزاها كده.
تلك كانت حكاية 30 عاما أخرجت لنا عميد الإمارات النصر من الشندغة إلى عود ميثة، مراحل عديدة وتطورات كثيرة، من غرفتين إلى ناد بملعبين. توغلنا في تلك السنوات، ذهبنا لمن عاشوا فيها، حاولنا التعرف على البدايات بنقل الروايات، اجتهدنا كي تصل الصورة كما كانت بمختلف تفاصيلها، وكأننا نعيش في وقتها. عشنا مع حمدان وبداياته مع هذا الكيان، تعرفنا على مانع منذ الطفولة، وكذلك وقفنا في محطات تاريخية وأعوام لا تنسى، من الأربعينات وميلاد الفكرة مرورا بالستينات وأجيال النشأة حتى السبعينات وفترة الطفرة.